بكرة أول أيام الثانوية العامة. شوف ناس تشوف الثانوية العامة دي بعبع، أنا لأ، على رأي ماما تقول ده أنت بارد، أنا ولا الهوى، أنا راجل من أنصار اللي ذاكر ذاكر، ذاكرنا نريح بقى أعصابنا. مش بقولك أو قبل الامتحان بليلة ما تفتحش كتاب وبتاع، ماليش دعوة، ده أنت ومزاجك يعني. اللي أنا عايز أقوله لك خليك هادي، خليك هادي، لا داعي للتوتر، التوتر أكتر مما يجب هيأثر على استدعاء المعلومة. طب خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ يوسف، وأهلا بكل مشاهدينك. أهلا بحضرتك دكتور محمد. هو حضرتك دمياط ولا ده أهلية؟ أصل الحديدي موجودين في دمياط. أنا ده أهلية. ده أهلية، أحسن ناس برضه، أحسن ناس برضه. قول لي يا دكتور، نعمل ايه يعني، ننصح الولاد بايه اللي داخلين ثانويه عامه بكره دول؟ طيب بص هقول لك حاجه، الولاد اللي داخلين ثانويه عامه بكره دول مش اول مره يخشوا امتحانات، هي امتحانات بنمتحنها كل سنه، يعني هي مش حاجه جديده ولا حاجه مختلفه ولا حاجه، لازم يبقوا عارفين ان هم طبعا داخلين سنه عاديه جدا وامتحان عادي جدا زيه زي كل الامتحانات. لو خدناه بشده زي ما حضرتك بتقول كده وتوتر وقلق هيجي علينا عكس وهيجي سلبي. لان فعلا زي ما حضرتك قلت برضك جمله حلوه جدا، اللي ذاكر ذاكر، يعني بمعنى ان المذاكره هي مش مذاكره ليله الامتحان، بل ان انا بنصح الطلاب كلهم ان ليله الامتحان دي محدش يذاكر حاجه ما يقراهاش قبل كده، محدش يذاكر موضوع اول مره يقراه، لان اللي هتذاكره لو ذاكرت الموضوع اول مره تقراه ممكن تفاجئ ان انت مش فاهمه او قلقان منه او مش عارفه، ده هيوترك جدا والتوتر الزياده بيقلب عكس فيخليك ما تقدرش تسترجع معلومات وتخسر حتى المواضيع اللي انت قاريها قبل كده. فهي الفكره ان المفروض ان انا بقدر الامكان اللي ذاكرته بذاكره، ليله الامتحان دي ما بعملش اي حاجه جديده، ده مش عايز بس مش قصه بس انك تذاكر موضوع جديد، ما تاكلش اكله جديده، ما تنامش نومه جديده، ما تغيرش طريقه نومتك، حاجتك خليك طبيعي جدا بالشكل الطبيعي اللي انت بتمارس بيه حياتك. لازم تنام بدري بشكل كويس، بلاش حته الحته اللي طالعه دلوقتي ان انا لازم افضل طول الليل سهران لغايه ما اروح الامتحان. في حد يطبق قبل الامتحان؟ للاسف في ناس بتيجي تقول لك لا ما اقدرش انام ده عندي امتحان. لما بيطبق ده بتكون النتيجه بتاعته ايه؟ انه رايح الامتحان مرهق. طبعا تمام. الحاجه فالمعلومه عشان تطلع وانت مجهد عمرك ما هتقدر تطلع المعلومه بشكل كويس، لكن لو نمت كويس وخدت الراحه بتاعتك كويس هتقدر تطلع المعلومه بشكل ايجابي بشكل حلو. والله يا دكتور انا دايما اقول كده، ده احلى نوم قبل الامتحان وننام بدري وبتاع. ايوه خد بالك حاجه مهمه بقى ان يمكن الناس ما تاخدش بالها منها، الموضوع اللي انت عايز تحفظه وعايزه يبقى كويس معاك وموضوع صعب ذاكره وخش نام. ليه بقى؟ المعلومه اي معلومه في الدنيا بتثبت في العقل اثناء النوم، يعني اللي انت بتذاكره ده قبل ما تنام على طول دماغك بتفضل شغاله فيه وبتراجع وانت نايم، تصحى الصبح تلاقيها ثابته بشكل ايجابي حلو جدا. لازم اي يعني لازم في المذاكره ولا ممكن الواحد يستخدم التكنيك ده في حاجات تانية؟ في اي عندك مشكله لو فكرت فيها ونمت انت عقلك الباطن بيفضل شغال فيها طول الليل طول الليل، تصحى الصبح تلاقي يا اما المشكله اتحلت يا اما وجدت حلول ممكن ما كنتش متخيلها نهائيا. طب ممكن الواحد يوحي لمراته بشيء قبل ما تنام، في احسن اقول لها انا طيب انا طيب انا طيب، ايوه انا امير الامراء، وافضل اقول لها كده لحد ما تنام واعمل لها قصص كتير على طبطي وحناني لحد ما تروح في النوم، تصحى الصبح مقتنع ان انا طيب. ايوه زي التنويم المغناطيسي كده، بس كده هو نايم بتثبت عنده المعلومه وبتثبت عنده الحاجه. هو فعلا النوم هو ده الفكره، النوم ده الحاجه السحريه اللي بتبقى مهمه جدا عشان بتجدد الطاقه بتاعت الجسم بشكل كويس وتثبت المعلومات اللي عندنا. كل التعليم عندنا اللي بنتعلمه طول اليوم بيحصل اثناء النوم وبيحصل بيتثبت فيه، بيحصل له فيكسيشن تثبيت اثناء النوم. فالنوم مهم جدا 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 للطلبه ديت، ان هو لازم يناموا كويس ليله الامتحان. عايز تصحى اصحى الصبح بدري مفيش مشكله، نام بدري واصحى بدري،
زي العالم كله، العالم كله انت عارف بيناموا من بعد العشاء يعني، وبيصحوا الفجر يعني، كل انت عارف الساعه 6 الصبح تلاقي البلد كلها في الشارع. والله يا دكتور يعني اكيد حضرتك رحت مدن وعواصم كبيره في العالم طبعًا بطبيعه طبعًا الحال ومؤتمرات وما الى ذلك. انا مره يا دكتور وصلت مطار فرانكفورت الساعه 5:30 الصبح، الطياره بقى وهي بتقرب من فرانكفورت 5:30 الصبح كانها 12 الظهر عندنا. ايوه عربيات، الناس رايحه الشغل، زحمه. ايه ده؟ ايه الانتاج ده؟ ايوه كل، وخليك بقى اعكس بقى، اوقات كتير انا بكون في المؤتمر واخلص الجلسات بتاعتي ومش عامل حسابي، فاروح انام لي شويه قايل لي شويه وارجع بقى بالليل اروح اجيب عشاء. مفيش حاجه، بص نازل الساعه 8 تلاقي كل الناس نايمه بخ محلات. مفيش بخ، باي باي. الناس نامت عشان عندها شغل الصبح، تمام؟ هو ده الطبيعي وده العقل. كمان الطالب بتاعنا لازم نعوده ان هو ينام بالليل بدري عشان طبعًا يصحى الصبح بدري يقدر يدي طاقه، يكون جسمه ذهنيا وبدنيا يقدر يساعده على استخراج المعلومات اللي هو اتعلمها على طول السنه. المعلومه كمان عشان تقدر تحفظ المعلومه من الافضل جدا اني اذاكر على فترات بدل ما اني اذاكر كل مره واحده. يعني انا بذاكر طول السنه باخد حته وبقعد شويه وبرجعها حته وبعدين ارجعها حته وارجعها، لكن لما اجي اخد كم كبير جدا مره واحده في فتره قصيره قبل الامتحان بشهر، سواء بقى الثانويه العامه الجامعه الكلام اللي انت فاهمه ده، بيحصل ان العقل بيرهق بيجهد طبعا زي اي عضو في الجسم. زي واحد قرر انه ياكل اكل اليوم كله في اخر اليوم ومره واحده فيحط كميه ضخمه جدا، طبعا عسر هضم على طول. شكرا. على طول هيحصل اجهاد، هتلاقي نفسك استفدت بجزء بسيط من اللي انت خدته والجزء الباقي كله ضاع. انت عندك السنه كلها المفروض بتقرا فيها على فترات من فتره طويله بتقسمها، ده بيساعدك بشكل كويس. صح. في الامتحان بقى انت بيدوب بتبص بصه سريعه على المواضيع اللي انت قاريها، مش اللي انت لسه عايز تقراها، مش المواضيع الصعبه. ده ليه؟ عشان يديني ثقه في نفسي، يديني حاجه، المعلومه اللي انت ذاكرتها طول السنه بتتحط حاجه في الذاكره الدائمه، لان لو ما اتحطتش في الذاكره الدائمه يبقى احنا ما استفدناش من التعليم اللي احنا اتعلمناه. احنا كده لو هناخدها نلزقها بس على ان هقرا كلمتين عشان اخش احطه في الامتحان واطلع انساهم كده، ده مش الاسلوب الامثل للتعليم ولا ليك ولا فايده بشكل ايجابي. لكن لما بتذاكر على فترات ده بيتحط في الذاكره الدائمه بتاعتنا، اللي هي بعد كده لما انت هتقعد بعد فتره، النهارده انت لما بتسافر في اي حته بتتكلم بالانجليزي اللي انت اتعلمته في الاعداد، اللي انت اتعلمته في حاجه، ده نتيجه انك اتعلمت صح. الفكره ان هو لما بتذاكر كده لو هتلزق كلمتين وتخش تحطهم وتخرج، انت كده مكانك ما اتعلمتش، وكده خسرنا فائده التعليم. خساره. الحاجه الثانيه اللي انصح بيها اللي هو الطلاب، الاكل. كتير برضك مننا الطلاب ما يرضاش ياكل، يقول لك انا ما باكلش بتاع. طب انت هتشغل المكنه او هتشغل عقلك ازاي من غير ما تكون واكل كويس؟ مخك عايز طاقه عشان يشتغل. تمام، عشان يشتغل. طب نديله ايه بقى طاقه؟ نديله طرب معروف. ايوه نديله طرب على طول. على طول. ايوه اصل انا بجد، لا والله بتكلم بجد، صححني. انا قريت مره انه افضل الاغذيه للمخ بتبقى الدهون، بس اكيد مش المشبعه يعني، بس مثلا دهون المكسرات اللي هي حاجات زيت الزيتون، يعني ممكن اكل طبق جبنه بالقوطه بزيت الزيتون. حلو قوي، ده جميل جدا اللي انت بتقوله ده. هو فعلا عكس ما في ناس، انا بس بقولها ليه؟ لان في ناس كتير بتغلط الاخطاء دي، اللي هي ايه؟ ان تديله سكريات. غلط. تمام؟ السكريات دي اول ما انت بتاخد السكريات بتفوق وتدي طاقه، لان فوقت كده حلو، بس اللي بيحصل ان الجسم بعد شويه بيقوم يفرز هرمون الانسولين عن السكر ذات الدم، يقوم ساحب كل السكر ده ومدخله، تيجي نفسك في بعد نص ساعه من الامتحان تلاقي نفسك هبطت نتيجه السكر قل وكل المعلومات راحت. راحت. فده خطر جدا. طب ناكل ايه؟ ناكل اكل غني بالبروتين والدهون اللي هي ايه؟ اللي هي الدهون الجيده، اللي زي ما انت قلت كده المكسرات، اللي هي الفاكهه، ناخد بعض الفواكه. ماشي. تمام؟ ناخد الحاجه زي الشوفان، نشرب كوبايه اللبن، ناخد ماشي. حاجه الحبوب الكامله، حاجه الحبوب الكامله، ايه الحبوب الكامله؟ اللي عارفين زي العدس والكلام ده، بس طبعا مش حدش يفطر عدس، بس ممكن نفطر بليله. البليله ديت من الحاجات اللي هي جميله جدا، حبوب بليله كاملة. صح. بتدي طاقه وبتدي تركيز وبيخلي بتبقى خفيفه على المعده
وفي نفس الوقت كميه بروتينات تقدر تخلي عقله فايق ومركز بشكل كبير. بلاش فول على الصبح يوم الامتحان صح؟ مفيش داعي. فول طبعا بلاش نقرصش. فول وبصل على الصبح وبتاع، هنخش اولا هندمر اللجنه بالبصل، اتنين هنخش ننام. من أسوأ الحاجات اللي بتتاكل كمان غير السكريات اللحوم اللي هي مصنعه، مش عارف ايه والحاجات دي، لان الحاجات دي كلها بتاخد من تركيز الشخص فما يقدرش يستوعب المعلومه بتاعته طبع. بشكل كويس وبتاع. وهو العمليه زي ما قلنا كده، لو خدنا الموضوع بهدوء طبعا كلنا لازم نكون متوترين. اي حاجه في الدنيا انت ما بتنجحش فيها الا لما تكون متوتر. انت لو وراك موت معاه الطياره زي ما حضرتك بتقول كده، لو انت مش قلقان هتنام والطياره هتفوت منك. طبعا لازم تكون عامل حساب التوتر. كله بالهداوه وبالعقل وبالمنطق، ونريح اعصابنا كده علشان طبعا اللي قلت لكم انا عملت ايه وامتحان الفيزيكس بتاعي في الثانويه العامه، عملت بالظبط اللي قاله دكتور محمد عادل. أولا أشكرك جدا دكتور محمد عادل الحديدي أستاذ الطب النفسي بكلية الطب بجامعة المنصورة، كلامه رائع وجميل وسلس جدا، كل أمنياتنا بالتوفيق لكل أولادنا.